بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تظهر الهالات السوداء حول العين نتيجة لكثرة السهر وقلة النوم، أو بسبب جفاف البشرة، أو اتباع نظام غذائي غير صحي، أو بسبب نقص في الفيتامينات، أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض، أو بسبب الإجهاد، أو بسبب حتى الوراثة. وكذلك التجاعيد حول العين تظهر بسبب النقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وكذلك عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التجاعيد تحت العينين وحولها، منها التعرض المفرط لأشعة الشمس، وكذلك التلوث وعوامل أخرى. لدينا وصفة رائعة جدا بمكون رائع جدا، وهو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر مفيد جدا للقضاء على الهالات السوداء وحتى التجاعيد، فعال، وهو من الوسائل الاقتصادية التي أثبتت فعاليتها في الحد من الهالات السوداء والتجاعيد دون أن تترك هذه الوصفة، وصفة الشاي أو أي وصفات أخرى للشاي الأخضر، أي آثار جانبية. فيحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة قوية جدا في هذه الوصفة، نقوم بعملها الآن أولا، وبعدها سأقوم بذكر الفوائد آخر الفيديو بحول الله تعالى. نحتاج إلى الشاي الأخضر، فعال في هذه الوصفة الشاي الأخضر، لكن إذا لم يتوفر الشاي الأخضر يمكن استخدام الشاي الأسود. نقوم أولا بطحن الشاي على شكل بودرة، نأخذ طاحونة البن أو التوابل لطحن الشاي على شكل بودرة، يجب الحصول على بودرة الشاي الأخضر. من تتوفر لديها الماتشا يمكنها استخدام في هذه الوصفة بودرة الماتشا. نستخدم الشاي هنا الأخضر، قلت يمكن استبداله بالشاي الأسود. هذه هي الطريقة للحصول على بودرة الشاي الأخضر في وصفات للشاي الأخضر البودرة الموجودة بالقناة. هناك وصفة ببودرة الشاي الأخضر مع الزبادي كذلك كانت ناجحة، ونتحصل على بودرة الشاي الأخضر. هذه هي بودرة الشاي الأخضر التي سنستخدمها في هذه الوصفة. وتحفظ في برطمان زجاجي في مكان بارد وجاف لاستخدامها لوصفات التجميل تكون جاهزة عندك. طبعا ننخلها جيدا للحصول على بودرة ناعمة جدا. المكون الثاني هنا لدينا يمكن استخدام زيت جوز الهند أو الفازلين أو جالي الألوفيرا أو زبدة الشيا. يمكن استخدام زبدة الشيا كذلك في هذه الوصفة. هذه هي المكونات، حتى الزبادي إذا لم تتوفر لديك هذه المكونات ككل يمكنك استخدام الزبادي، والوصفة موجودة بالقناة. نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت جوز الهند، ونضع عليها أربعة ملاعق شاي صغيرة من بودرة الشاي الأخضر. يمكنك إضافة كبسولة الفيتامين إي لهذا الكريم عفوا، واستعمالها عادي يمكن إضافتها. نخلط المكونات جيدا، قلت زيت جوز الهند أو الألوفيرا جال
أو زبدة الشيا أو الفازلين. طبعا زيت جوز الهند يتجمد في البرودة، يحفظ هذا الكريم في الثلاجة وصالح الاستخدام لمدة 3 أشهر. نضعه في برطمان يكون معقم مسبقا، وهذا هو كريم الشاي الأخضر لإزالة الهالات والتجاعيد حول العينين. طريقة استخدامه: ليلا قبل النوم، ويجب إزالة كل أثار مكياج إذا كنت تضعين مكياج طبعا. يوزع الكريم حول العيون منطقة الهالات أولا، يوزع جيدا مع التدليك الخفيف، يجب أن يكون تدليك خفيف بهذه الطريقة، وعلى الجفون كذلك. بالنسبة لمن تعاني من ترهل بالجفون، الطريقة هي أن نضع الأصبع بهذا الشكل ونرفع إلى الحاجب بهذه الطريقة حوالي 10 ثواني، وكذلك ثم نقوم بعمل تربيت خفيف جدا على منطقة الهالات، هذا التربيت مفيد جدا ويساعد على إزالة الهالات وحتى التجاعيد. طبعا من تعاني كذلك، ربما تسألوني عن التجاعيد حول الفم، يمكن كذلك استخدام هذا الكريم على كامل الوجه، ليس فقط للهالات وتجاعيد حول العيون. يمكن استخدام كريم الشاي هذا من الرقبة حتى بشرة الوجه ككل. آمن، رائع جدا هذا الكريم، ليست له أي أعراض جانبية، قلت صلاحيته تدوم لمدة 3 أشهر، صالح الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار، من يعانون من مشكلة الهالات. كل من يعانون من مشكلة الهالات يمكنهم استخدام هذا الكريم، آمن، ليست له أي أعراض جانبية. هناك بعض الأطفال الصغار من سن 5 سنوات يعانون من مشكلة الهالات، وذلك لاستخدامهم لأجهزة الكمبيوتر. يمكن استخدام كريم الشاي الأخضر لهم، آمن، وليست له أي أعراض جانبية. حتى الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. هذا الكريم طبعا استخدامه يكون بشكل يومي. إذا كانت التجاعيد واضحة وكثيرة جدا، يمكن استخدام هذا الكريم مرتين باليوم، صباحا ومساء، آمن، وليست له أي أعراض جانبية. فالشاي الأخضر في هذه الوصفة يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على الحد كذلك من الانتفاخات حول العيون، تساعد في علاج الهالات السوداء، لأنه يحتوي على الكافيين الذي يعمل على تقلص الأوعية الدموية ويقلل من احتباس السوائل في الأنسجة حول العينين. كذلك هو يحتوي على مادة التانينز التي لا تعطي فقط النكهة واللون إلى الشاي الأخضر، بل يعمل أيضا على تحفيز الدورة الدموية، ويعمل على وهو مضاد للالتهابات ويهدئ البشرة. لهذا قلت يمكن استخدام هذا الكريم لكل البشرة، آمن، ليست له أي أعراض جانبية. كذلك هو يخفف من الالتهابات ويعزز نمو جلد صحي حول العينين، وكذلك يعمل على إزالة السوائل المتراكمة حول العينين، لأن به مادة مضادة للالتهابات.
كما أنصح بفحص النظر بانتظام وارتداء نظارات شمسية، كذلك ترطيب البشرة باستخدام منتجات أو كريمات الترطيب الخاصة بك وحتى الزيوت. كذلك قلت الزيوت الطبيعية تطبق على البشرة كمرطب للبشرة، وكل واحدة وحسب نوع بشرتها، لأنها تغذي وترطب لك بشرتك، تجدد البشرة. لدينا من بين هذه الزيوت زيت الزيتون، ويستخدم ليلا قبل النوم. كذلك لدينا زيت الأرغان، وسبق وتحدث عنه، زيت اللوز الحلو، ولدينا زيت الأفوكادو، ولدينا كذلك زيت جوز الهند، وزيت السمسم خاص بصاحبات البشرة الجافة جدا. نقوم بتدليك البشرة وباستخدام أصبع السبابة العيون حول العيون لزيادة تدفق السوائل وتجديد البشرة ومنع ظهور التجاعيد. وكذلك شرب الماء من 8 إلى 10 أكواب من الماء للحفاظ على رطوبة البشرة وصحتها وإخراج السموم من الجسم، مما ينعكس على بشرة خالية من التجاعيد، بالإضافة كذلك إلى شرب عصير الفواكه وحتى الخضر كالخيار والجزر للاستفادة من محتواها المائي، وكذلك شرب الشاي الأخضر. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.